مصر ومملكة البحرين موضع البطولات ومهد الحضارات، لا تزال آثارها شامخة شاهدة على عظمة شعبين وبلدين شقيقين تحديا معا كل الصعاب، وظل صامدين في وجه الزمن ليقفا معا ويشكلان عنصر أمان وصمام أمان للمنطقة. مصر العمق الاستراتيجي وبيت العرب وقوته، مملكة البحرين القلب النابض والتراث الإنساني والموقع التاريخي، وزيارة هي الرابعة لملك مملكة البحرين إلى مصر، زيارة تكتسب أهمية خاصة نظرا لتوقيتها والعلاقات القوية التي تجمع البلدين. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان في استقبال جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مطار القاهرة، وهنا في مقر القصر الجمهوري قصر الاتحادية مراسم استقبال رسمية لضيف مصر العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. زيارات متعددة لملك البحرين إلى مصر، وزيارات متعددة أيضا للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المنامة كانت بدايتها في أكتوبر 2015، وزيارة أخرى في عام 2017، وزيارة أخرى في أغسطس 2018، وزيارة في يونيو 2022. هذه الزيارات المتبادلة تعكس بالتأكيد عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر بمملكة البحرين، وحسب مراقبين بلغت العلاقات ذروتها وازدهرت تاريخيا في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر بمملكة البحرين استندت على ثلاثة أعمدة وأسس رئيسية. استندت هذه العلاقات عليها أولها وأهمها العلاقات القوية التي تجمع القيادتين بمملكة البحرين وهنا بمصر، وثانيهما التعاون والتأكيد على التعاون المشترك لمواجهة كافة التحديات، وثالثهما التعاون المشترك في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة. ونظرا لأهمية العلاقات التي تجمع مصر بمملكة البحرين، ظهرت هذه العلاقات جلية وبالتقدير المتبادل ما بين القيادتين في مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية. ففي عام 2016 وخلال زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى جمهورية مصر العربية، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح جلالة ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة قلادة النيل، وهي أعلى وسام مصري يتم منحه إلى ضيف مصر العزيز الملك حمد بن عيسى آل خليفة. في عام 2017 وخلال زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المنامة، قام الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بمنح السيد الرئيس وسام آل عيسى خليفة آل عيسى، وهو أعلى وسام يتم منحه إلى ضيف مصر العزيز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. إذن نحن أمام علاقات وثيقة ومتميزة تجمع الشعبين والقيادتين في كلا البلدين، وهذه العلاقات التاريخية ما بين مصر ومملكة البحرين تضرب بجذورها في أعماق التاريخ. فالعلاقات في العصر الحديث بدأت جلية وظهرت للعيان في 1919 حينما وصلت أول بعثة تعليمية من القاهرة إلى المنامة في رسالة تنوير ودعم دائما ما كانت تضعه مصر على عاتقها إزاء منطقة الخليج ككل ومملكة البحرين بشكل خاص. وأيضا في عام 1971 صارعت مصر بدعم استقلال مملكة البحرين في الأمم المتحدة، وكانت من أوائل الدول التي دعمت استقلال مملكة البحرين. وفي عام 1973 قامت مصر بتعيين أول سفير لها في مملكة البحرين لتمضي العلاقات الدبلوماسية ما بين مملكة البحرين ومصر على أوجه التعاون والعلاقات القوية التي تضرب بجذور البلدين.
أيضا هذه العلاقات وهذه الزيارات المتبادلة بالتأكيد تعكس عمق العلاقات ما بين مصر ومملكة البحرين. ويمكن عام 2022 شهد قمم مصغرة عربية بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا بمشاركة ملك مملكة البحرين. ففي بداية عام 2022 كانت هناك قمة رباعية احتضنتها أبو ظبي وضمت بجانب مصر ومملكة البحرين أيضا جمهورية العراق. وفي منتصف 2022 أيضا كانت هناك قمة هامة للغاية، قمة ثلاثية احتضنتها مدينة شرم الشيخ ما بين مصر ومملكة البحرين والأردن. وفي أغسطس من عام 2022 كانت هناك أيضا قمة خماسية في العالمين بمشاركة مصر وعاهل البحرين والإمارات والأردن والعراق. إذن التنسيق على الدوام يتوالى ويتواصل ما بين القيادتين المصرية ومملكة البحرين للتعامل مع التحديات الجمة التي تواجه المنطقة العربية.